التيار العقلاني أقصي وهمش منذ أواخر القرن الرابع الهجري عن التكفير وغيره أو قبل ذلك أيضا. هل هذا الإقصاء وذاك التهميش عكس صورة للإسلام بدا معها وكأنه دين خال من الرؤى الفلسفية ومعاد للتقدم والتطور؟ سؤال صعب وجميل يعني. هو طبعا مأساة الفكر الإسلامي هو ارتباط السياسي بالدين. يعني هي الكارثة الكبرى بدأت منذ الفتنة الكبرى. منذ هذه اللحظة وارتباط السياسي بالديني دي كانت الكارثة. ورفع الشعار اللي بيرفعه معظم المسلمين وهو أن الإسلام دين ودولة. ففي هذه الحالة يريد رجل الدين أن يصبح سلطة موازية لسلطة الدولة. وده اللي موجود دلوقتي بشكل أو بآخر، احيانا بيتم بشكل صريح واحيانا بيتم بشكل مضمر، وانت عارف طبعا اكتر مني في هذه المساله. فهذه هي الخطوره. لكن النصوص الدينيه يمكن ان تكون بريئه من هذا، وخاصه النص المؤسس القران الكريم. هو نص يحتمل التاويل بلا حدود، لكن تم تاويله بشكل احادي من خلال يعني هذه الجماعة التي سميت بأهل السنة والتي احتكرت لنفسها هذه الحقيقة المطلقة. وبالتالي أصبحت هي التي تمتلك مفاتيح هذا النص، وتمتلك النص أيضا يعني. وتمتلك الإله بهذا المعنى يعني. طبقا للحديث المشهور يعني أنه يعني تنتهي أمتي على 77 أو 76 شعب، ما أعرفش يعني كم. 70 مهم، كلهم في النار إلا واحدة هي الناجية. فالفرقة دي بتعتبر نفسها هي الفرقة الناجية. ودي الكارثة الكبرى. الكارثة الكبرى في فكرة الإسلام السياسي، لأن دي بداية الإسلام السياسي. بداية الإسلام السياسي بداية التحزب. بداية الفرقة، بداية الطائفية، إنه طائفة تحتكر لنفسها الحق المطلق وتصبح هي التي تتحدث باسم الإله. هذه هي الكارثة الفظيعة أو المدمرة في تاريخ الفكر الإنساني. لكن النص بذاته بريء وقابل للتأويل. بدليل أن هناك تأويلات أخرى للنص القرآني تحديدا تحتمل أشياء مغايرة لما وصل إليه أهل السنة. فنحن نستطيع أن نقرأ هذا النص قراءات متعددة خارج بقى الإطار الخاص بهذا الاحتكار وهذه المصادرة للنص لحساب طائفة من الطوائف.